مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير وفي جولة صباحية كما كتشوفوا. فالمدينة في نهاية الأسبوع يعني في هذه المنطقة باش كنتواجدوا عليها منطقة الفرح بطبيعة الحال، ف خالية تماما، الشوارع خالية كما كتشوفوا في هذه نهاية الأسبوع أنتم إخواني الكرام، فلا أحد في هذه الشارع والمدينة هادئة. فنهاية الأسبوع كنتمنى لكم يوم سعيد وكنتمنى لكم قضاء وقت ممتع بطبيعة الحال إخواني الكرام، ونهاية أسبوع موفقة للجميع. فبطبيعة الحال المدينة لا زالت تعيش على وقع حالة إصابة بكورونا، الكل كيعرف على مستوى أمس كانت 123 حالة اللي تسجلات وأربع وفيات، وهادشي بطبيعة الحال دائما فقط للتذكير. كنحاول دائما نوعيو المواطنين، نوعيو كل ساكنة المدينة بضرورة توخي الحذر، لأن بالتوعية ديالكم وبالحذر ديالكم ممكن أننا إن شاء الله باش نتجاوزو هاد المحنة بطبيعة الحال إخواني الكرام. أنتما كما كتشوفوا فالشوارع ديال المدينة خالية في هذا الصباح، يعني لا حركة، سكون وهدوء يعم كل المنطقة بطبيعة الحال. كنتمنى من الله تعالى وبركته أنه يفعل لنا هذا الوباء وهذا الداء في أقرب وقت ممكن إن شاء الله يا رب. أنتما إخواني خلال هذه الصور الأولية اللي كنقول لكم هنا كيتضح لكم بأن يعني المدينة في هدوء وفي طبيعة الحال سكون في هذه اللحظة. غادي نحاولوا بطبيعة الحال أننا نقربكم من بعض، يعني فقط يعني جولة قصيرة في بعض الأزقة والدروب ديال إحدى الأحياء المجاورة اللي غادي نشوفوه من خلالها يعني الحركة الصباحية. وبطبيعة الحال كنحيي جميع الناس اللي التحقوا بنا الآن من خلال هذا المباشر، ف مرحبا بملاحظاتكم، مرحبا بالآراء ديالكم وأيضا بالاقتراحات ديالكم. يوم سعيد ونهاية أسبوع موفقة للجميع بإذن الله تعالى وبركاته. أنتم إخواني الكرام، أنتم يعني سكون في كل مكان، يعني السكون هو الذي يعم هذه المنطقة، ولا حركة ولا أي شيء، وهذا شيء طبيعي بطبيعة الحال. يوم هذا اليوم يوم أحد ويوم عطلة، الناس لا زالت نيام، و كنتمنى للجميع نهاية أسبوع موفقة بإذن الله تعالى وبركاته. ف بالنسبة يعني الحالة الوبائية هنا في جهة سوس مسا فالحالة جد عادية ومستقرة. انتم اخواني خلال هاد يعني الصور يتضح لكم يعني بأن المدينة يعني في هدوء تام. يعني هذه بعض الصور من بعض الأزقة والشوارع ديال هاد المنطقة، ف لا حركة ولا أي شيء، يعني كل شيء هدوء، كأن المدينة دخلت في حجر صحي، كأن هذه المنطقة شبه مهجورة كما كتشوفوا معنا من خلال هذه الصور المباشرة، من خلال أيضا هذا اللايف المباشر. فأيضا حتى بعض الدروب والأزقة، أنتم إخواني هذا أحد الأحياء الشعبية هنا اللي هو الوفاق الكبير بطبيعة الحال، اللي غادي نحاولوا أيضا نقربكم نشوفوا يعني الحركة الصباحية، ونشوفوا أيضا الناس واش فايقين ولا باقي ناعسين. بطبيعة الحال كنتمنى لكل الناس يوم سعيد يا رب، والله يفرج علينا يا رب، والله يرفع علينا هذا الوباء في أقرب وقت ممكن بطبيعة الحال إخواني الكرام. انتم كما كتشوفوا لا حركة ولا أي شيء، يعني سكون في كل مكان. أنتم يعني من خلال هذا البث المباشر يعني كيتضح لكم بأن هذه المنطقة يعني شبه مهجورة
خربوش لميا، صباح الخير أختي الكريمة. تحية الناس ديال فاس المتتبعة الوفية، أحييك عاليا، وتحية أيضا لإسماعيل وريش. صباح الخير أخي الكريم. أنتما يعني كل واحد حاول يتفاعل معنا من خلال هذا البث المباشر. قلنا كيفاش دايرة الأجواء في الحي اللي كيتواجد فيه، أيضا في المنطقة اللي كيتواجد فيها. هل هناك يعني حركة؟ واش الأجواء بحال هكا هنا في هذا الشارع اللي هو في الوفاق الكبير؟ انتما يعني تشي واحد يعني ما كاين كما قلت، كأن يعني هذه المنطقة تحولت منطقة مهجورة والساكنة يعني غائبة بطبيعة الحال عن الشوارع. وهذا شيء طبيعي بطبيعة الحال، لأن اليوم هو يوم أحد، يعني بعض الناس فقط هم اللي يعني خارجين في هذا الأثناء. الناس يعني اللي كيخرجوا باش يقلبوا على لقمة العيش. الله يسهل على الجميع، وكنتمنى للجميع يوم سعيد، و الله يرزق كل واحد ما تمنى يا رب. انتما اخواني، من خلال فقط يعني هذه الجولة بغينا ان نقربكم اكثر من يعني الاجواء في هذه المنطقة اللي هي منطقة الوفاق الكبير هنا بمدينة اكادير. انتما يعني على طول المنطقة، على طول هذه الأزقة والشوارع، يعني لا حركة ولا أي شيء، يعني كأن المنطقة تحولت لمنطقة شبه مهجورة، يعني الناس لا زالت نائمة. تحياتي لك أخويا إسماعيل، الله يكبر بيك. شكرا لك أيضا حكيم الخوا، صباح الخير. تحياتي لك أخي الكريم، تحية متبادلة، تحية ود وحب لكل المتابعين الأوفياء أينما كانوا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. أنتم إخواني الكرام، كما كتشوفوا يعني كل شيء واضح، يعني الصورة أبلغ من كل تعليق، يعني الشوارع خالية، الناس يعني لا زالت نائمة. أنتم من خلال هذا البث المباشر، يعني هذه المنطقة غادي تتضح لكم بأن يعني المنطقة شبه خالية تماما من أي حركة ومن أي سكون، يعني الشوارع خالية وكأننا دخلنا في حجر صحي. وهذا الشيء بطبيعة الحال طبيعي جدا، لأن اليوم هو يوم عطلة، وقلة قليلة ديال الناس يعني هم اللي كيخدموا يوم الأحد، وطبيعي باش نشوفوا هاد الناس يعني باقيين عايشين. أخي إسماعيل، هنا الوفاق منطقة بن سرقة بطبيعة الحال. فقط يعني بغينا ننقل لكم هذه الأجواء، ويكون واحد جسر تواصلي بيننا وبينكم، على أمل اللقاء بكم في لايف آخر وفي موضوع آخر بإذن الله تعالى. إن شاء الله يعني تحترم يعني الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأيضا الناس تلتزم، لأن بالالتزام ديالكم بطبيعة الحال ممكن أننا نخرجوا من هاد الأزمة اللي كنعيشوها. فغادي نحاولوا أيضا ندخلوا بعض الدروب هنا في إطار هاد الجولة الصباحية في هاد المنطقة. يعني بغينا التفاعل ديالكم إخواني الكرام، بغينا الكل يقول لنا الأجواء في المنطقة ديالو كي دايرة، وأيضا في الدروب والأزقة في المنطقة اللي كتواجدوا فيها، هل هي على نفس المنوال أم أن يعني الناس في مناطق أخرى يعني عندهم حركية، عندهم رواج صباحي في الشوارع وفي الأزقة. فتحية للجميع. أنتم يعني هذه بعض الدروب في هذه المنطقة، شوفوا يعني لا أحد ولا أي شيء. فتحياتي لكم إخواني الكرام من هنا من قلب العاصمة السوسية مدينة. تحياتي لك أخي أنيس بن الرجاح، تحية صباحية عطرة أخي الكريم. أنت يعني كما كتشوفوا يعني سكون وهدوء يعم المنطقة بطبيعة الحال. ف كنحيي جميع الناس اللي كيتابعوا معنا هذا البث المباشر، ونضرب لكم موعد في لايف آخر، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ونهاركم سعيد بإذن الله تعالى وبركته إخواني الكرام.